الهيبة مسلسل لسه في أكتر. لا لا يعني هي هي الهيبة مسلسل يمكن من أكثر المسلسلات العربية المتابعة كانت بالسنوات الماضية ونجاحه لا يخفى على أحد. بس دخولك إلى مسلسل الهيبة قلت حضرتك رح أو أنا عم بدخل على مسلسل بطبيعة الحال ناجح. إيه طبعا. تتمنى كنت لو كان دخولك مبكر أكثر أم أنه كل شيء بوقته منيح؟ والله أنا بحس كل شيء بوقته. وكيف شفت التجربة بهذا الجزء؟ والله أنا كتير كتير استمتعت بهذه التجربة، خاصة أنه هذا النوع من الشغل أنا ما اشتغلته قبل. أنت عم تشتغل شيء قريب الأكشن يعني بدون ما نعمل عضلات وكذا، الأكشن تبع المزاج هيك، في سسبنس حلو، في شراكة كانت مع تيم الحبيب بوجه له تحية استاذ سامر مرقاوي وهذه الشركة الكبيرة الحقيقة استاذ صادق الصباح، لما عرضوا علي كان خالص قيد مجهول وكان كذا، فكان جاء بالي أنا انتقل لنوع آخر من الأدوار وقلت خليني أغير حاجتي بقى الناس عم تشفق علي وتزعل علي يعني بابتداء لأنه كان بدايتي بالسورية وانتهاء بقيد مجهول، حبيت اقتل هذه الشخصية لو ما عم تروح حتى بمسلسل على صفيح ساخن يعني لسه ما لساتها الناس بقيد مجهول، لا نحن عند بطل شعبي وانت عم تكون مضاد له بطل مضاد وفتنا بالتجربة والحقيقة تجربة كانت ممتعة جدا. شو الحسابات اللي حسبتها قبل ما تدخل التجربة هي؟ حسابات فنية اني غير دور، حسابات مادية اكيد، حسابات ينشاف العمل على أكبر درجة ممكنة بالوطن العربي وتغيير تغيير تغيير، بس هذا هو. نجحت بالهيبة؟ أنا هذا السؤال بسأله للجمهور يعني الجمهور. أنت وين حسيت أنك وصلت أكثر، بالهيبة ولا بقيد مجهول؟ للجمهور للجمهور بالهيبة. بالهيبة نعم، لأنه شريحة كبيرة أوسع تحكي كجمهور كبير طبعا هيبة، لأنه قيد مجهول صحيح منصة ومشفرة بس شافته كل الناس على تعرف مو بس هون والله، لا وحتى تفاجأت أنا بس بدبي كنت أجانب يعني أجانب إجوا يسلموا علي، أنا تفكرت حدا تاني يعني، ففي أجانب يعني طليان وإنجليز وهذا مترجم هو إلى صحيح وندبلج كمان وما على ما على منصة OSN ولا يمكن نعرض على نتفليكس أو شيء تاني، نعرض على أكثر منصة وبيشوفوه. هلا هذا من شاف بس هو انتقائي شوي يعني بدك واحد يصفون فيه ويتابع أو كذا إيه، بس على صعيدي أنا سألتني أنه أكثر انتشارا إيه بس طب على صعيدك إيه. على صعيدي أكيد قيد مجهول استثناء بمسيرتي الفنية. في مشهد في مشاهد لك بس في مشهد بقيد مجهول الطلاب عم يقدموه نوع من الاختبار بالتمثيل وأكيد وصلك هذا الموضوع ايه ايه يعني عم يستنسخوا المشهد كنوع من اختبار بمادة من المواد، وهذا شيء يعني بتصور عظيم لممثل انه يكون هو مادة عم يحاولوا الطلاب يقتدوا فيها. ايه هلأ امبارح انا قلت لهم ملاحظة للطلاب، قلت لهم نحن نلعب ما بنمثل واهم شيء شرط الحرية واللعب، اوعكم توقعوا بخطأ ممكن ممثل كبير ومحترف يوقع فيه تقمص الشخصية، حتى كلمة تقمص بعذرا من كل الأساتذة المصاروي اللي بيقولوا أنا تقمصت أو ما في شيء اسمه تقمص، وإلا كان عطي الخنق دا يزدمونها بمسرحية شكسبير أو إذا واحد قاتل بيصير قاتل بالحياة، مشان هيك ما في شيء اسمه لحظات في أدوار نفسية بتساوي تماهي بينه بين الممثل والدور وهذا خطأ، لازم دائما يكون في كنترول يعني أنا بدي حط كنترول هون بيزداد مع الاحترافية طبعا أكيد، فهذا ليش شو مهمة المعهد تصير عندك تكنيك معين كنترول معين، يعني مو معقول أنا بدي أكل كف أكله عن جد أو بدي أكل بوكس أكله، كيف تصور مشهد اللي بعده وعيني هالقد